جماعة هنبعت أرقام 1 2 3 4، هل ده يجوز يا جماعة؟ اتحاد كرة القدم قال لك يعني هنبعت بدل اسم النادي الأهلي، نادي الزمالك، نادي بيراميدز، نادي المصري، هم دول الأقرب يعني، أو هم دول الأربعة بالفعل، ولكن الترتيب قد يختلف خلال الفترة اللي جاية. قال لك هنبعت 1 2 3 4، هل ده ممكن يحصل؟ طيب القيد الأفريقي هنعمل فيه إيه كأهلي؟ أنا ماليش دعوة بحد تاني، أنا بتكلم عن النادي الأهلي، هنعمل إيه؟ طيب أنا سمعت أو شفت بعض البرامج في التلفزيون في الرياضية، يعني يطلعوا يقول لك إيه؟ إيه المشكلة؟ ما تلعبوا وادفعوا الغرامة، ومش لازم اللعيبة اللي هتجيبوهم يلعبوا معاكم في دور ال 32، بقى ده اسمه كلام. يعني أنا أجيب لعيبة بملايين عشان آخد بطولة أفريقيا، ممكن جدا يحصل لا قدر الله أي حاجة أخرج من دور ال 32. طب هل ده كلام يعقل؟ هل ده كلام ممكن نفكر فيه حتى من الناحية الفنية؟ يرجع يقول لك أصل ده موسم استثنائي، والله أنا زهقت من كلمة استثنائي، يعني لما حد بيجي يقعد يقول لي أصل ده موسم استثنائي أبص كده وأسكت، الواحد زهق، هو فعلا موسم صعب جدا، ولكن كان من الممكن أن ينتهي، كنا زماننا قاعدين دلوقتي اللي كسبان الدوري بيحتفل، وإن أندية كلها بقى بتبتدي تحضر نفسها للدوري الجديد. يا جماعة اللي بيحصل ده والله بجد مش طبيعي، اللي بيحصل ده مش طبيعي، هناك أيادي خفية بتلاقوها موجودة دايما، وكل اللي بيعمله النادي الأهلي إن هو بيحفظ حقوقه، وكل اللي بيعمله النادي الأهلي طول عمره من 1907 وحتى الآن إن هو بيقف خلف كل المؤسسات في نجاح أي بطولة بتتلعب على الأراضي المصرية. وافتكروا كده التاريخ من 1907 ولغاية دلوقتي، افتكروا مين اللي بيعمل البطولات الطايرة والسلة والكلام ده كله في ملاعبه الخاصة. فأشياء كتيرة جدا جدا بتحصل، وبالتالي خلال الفترة القادمة زي ما قلت لحضراتكم دي كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، النادي الأهلي سيصعد الأمور إلى أقصى حد بعيدا عن أي شيء آخر. طيب ده كان دي كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده.